أعلن الجيش السوداني أن الحياة بدأت تعود تدريجيا إلى العاصمة الخرطوم وباقي مدن السودان، مشيرا إلى أنه تمكن بشكل كبير من صد الاعتداء الذي قامت به قوات الدعم السريع. وقال الجيش السوداني إن قيادة قوات الدعم فقدت السيطرة على عناصرها، مشيرا إلى أن ما يتم من مواجهة متقطعة هي محاولة بائسة للسيطرة على الوضع، مشددا على أن قوات الجيش تتعامل بحسم مع تلك المحاولات. ونوه الجيش السوداني إلى أنه يصعب تحديد موعد محدد لانتهاء المواجهات متعهدا بإنهائه سريعا، وأكد أنه عمل على تجنيب الشعب السوداني مخاطر كبيرة، معتبرا أن الاعتداء على السجون وإطلاق سراح النزلاء شكل تهديدا كبيرا لأمن البلاد.